يعني التطورات على حالها تزداد صعوبة في ظل استمرار عمليات القصف والاستهدافات الإسرائيلية الواسعة والكبيرة لأماكن مختلفة من جنوب قطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس ومدينة رفح. كان هناك قبل أقل من ساعة من الآن غارة إسرائيلية على منطقة تل السلطان، منطقة تل زورب غرب مدينة رفح، وهذه الغارة أدت إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الذين نقلوا إلى المستشفى تخصصوا، بالإضافة مستشفى أبو يوسف. أن الإصابات هي إصابات خطيرة وبليغة جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي، والذي سبقه أيضا استهداف إسرائيلي لاثنين من الصحفيين في طريق مراج، هذه المنطقة الواصلة ما بين رفح وخان يونس، حيث أغارت طائرة استطلاع إسرائيلية على اثنين من الزملاء الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات خطيرة، نقلوا على الفور إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس. الإصابات هي إصابات بتر في الأطراف السفلية والعلوية للزملاء، الآن هم في قسم العناية الفائقة، وأيضا يعني خضعوا أو يخضعون لعمليات جراحية من أجل إنقاذ حياة هؤلاء إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر. أيضا في مدينة خان يونس لا زال القصف الإسرائيلي متواصل على منطقة حي الأمل ومنطقة المخيم الغربي والمخيم الجنوبي، في منطقة الحوز، منطقة الحي النمساوي، محيط مقبرة الغربية لخان يونس، بالإضافة إلى منطقة قزان أبو رشوان وقزان النجار، وأيضا منطقة بلوكجي وجورة العقاد. كل هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل المدفعية وأيضا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن ما يزداد خطورة هو مجمع ناصر الطبي. هناك عدد من الشهداء في ممرات وأمام مداخل مجمع ناصر الطبي، ولا تستطيع الفرق الطبية انتشال هؤلاء الشهداء. وزارة الصحة قبل قليل وعلى لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة حذرت المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية في مجمع ناصر الطبي، أن الطواقم الطبية ويعني نحو 10,000 نازح يتعرضون للخطر الشديد بفعل إطلاق النار على مباني مجمع ناصر الطبي، وأيضا في ظل يعني قطع المياه الصالحة للشرب، وأيضا تكدس كميات هائلة من النفايات في ممرات وأماكن داخل مجمع ناصر الطبي، وغمر قسم الطوارئ، هذا القسم الرئيس الذي بالعادة يستقبل الشهداء وجرح يجرى به العمليات الجراحية الأولية لإنقاذ الجرحى، تم غمره بمياه الصرف الصحي لتعذر الطواقم الفنية من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي وإصلاح كل الخلل والأعطاب الناجمة عن عمليات الواسعة التي قامت بها الجرافات الإسرائيلية أمام البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى الخطر الشديد جراء الاستهدافات في محيط مجمع ناصر الطبي، والذي اليوم تعرض إلى عملية. إبراهيم، وأنت تتحدث معنا نتابع على الشاشة هذا القصف العنيف وهذه الصور المباشرة من رفح أيضا، ويبدو أنها هذه المنطقة من رفح قد تعرضت لغارة عنيفة لكثافة الأدقنة التي نتابعها الآن وأنت تتحدث معنا. إبراهيم تفضل. يعني الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح هي لم تتوقف منذ ساعات الصباح الأولى، كان هناك وللمرة الأولى ربما منذ أكثر من شهر عمليات قصف مدفعي على منطقة الشرقية من مدينة رفح، تحديدا من منطقة معبر رفح كرم أبو سالم وعلى طول المنطقة الحدودية وصولا إلى المنطقة الشمالية من رفح وهي معبر صوفة، هذه النقطة الحدودية الواصلة ما بين خان يونس ومدينة رفح. هذه المناطق طول هذا الشريط الحدودي تعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في حي الشوكة شرق رفح، مما أدى إلى تدمير مركز الشرطة بشكل كامل، وأيضا واحدة من القذائف المدفعية التي أطلقتها الدبابات الإسرائيلية أصابت معبر رفح، مما أدى ذلك إلى حدوث أضرار جسيمة في الصالة الخارجية وإصابة أحد المواطنين وهو طفل كان موجود بداخل هذه الصالة، مما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار. كل عمليات القصف الجوي والمدفعي والغارات في شرق رفح
في وسط رفع وخاصة الغارات التي نفذت يوم أمس. كل هذه الغارات والاستهدافات أثارت حالة من الخوف والهلع بين النازحين في مدينة رفح الذين بدأوا حقيقة منذ بالعودة إلى مناطق سكناهم أو إلى مناطق أكثر أمنا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا دير البلح، النصيرات، الزوايدة، وأيضا منطقة المواصي في خان يونس. كل الناس بدأت تعود خوفا من أي عملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في مدينة رفح على ضوء التهديدات الإسرائيلية الواسعة والمتواترة والتي تقول بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية في مدينة رفح على غرار ما حدث في خان يونس وباقي محافظات قطاع غزة. وهذه العملية فور الانتهاء من مدينة خان يونس يتم الشروع بعملية عسكرية في مدينة رفح. كل هذه التهديدات الخطيرة الصادرة عن بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي جالانت أثارت حالة من الخوف ويعني الهلع بين المواطنين وبين النازحين، مما أدى ذلك إلى نزوح هؤلاء المواطنين إلى المناطق الشمالية لمدينة رفح. يعني كل القصف الإسرائيلي متواصل، وأيضا استمرار قصف المربعات السكنية ونسف العشرات من المنازل في بلدة عبسان، في منطقة حي الأمل، في منطقة بلوكجي في خان يونس، وفي منطقة الحي النمساوي والمخيم الغربي. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في عمليات نسف المربعات السكنية وتفجير عشرات المنازل بصورة كبيرة جدا. حتى الآن سحب الدخان ما زالت منبعثة من هذه المناطق التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وعمليات التفجير الواسعة والمستمرة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة في مدينة والغارات المتواصلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إبراهيم، هل الطرق أو الحركة من رفح إلى محافظات الوسط والانتقال إلى هذه المناطق هل هي آمنة؟ هناك طريقان فقط آمنتين حتى هذه اللحظة، الطريق الساحلي طريق الرشيد وهي غرب رفح تمتد إلى شمال قطاع غزة إلى بيت لاهيا. هذه الطريق الواصلة ما بين رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى حتى هذه اللحظة هي طريق آمنة والناس تتحرك بها بحرية، يعني دون أي عراقيل، لأنه لا توجد آليات إسرائيلية على الطريق الساحلي في مدينة خان يونس على الرغم من استمرار العملية العسكرية بصورة كبيرة وعنيفة في مدينة خان يونس. الطريق الأخرى هي الطريق الواصلة من شرق رفح حتى بوابة أو حتى مستشفى غزة الأوروبي. هذه المنطقة الضيقة التي تصل إلى نحو 4 إلى 5 كيلومترات فقط هي التي يستطيع الناس التحرك بها من مدينة رفح وصولا إلى مدينة خان يونس. ما بعد المنطقة الغربية من مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لا يستطيع أحد الوصول إليها بسبب عمليات القصف ووجود آليات إسرائيلية في منطقة معن، في منطقة حي النصر، في حي المنارة، في بلدة بني سهيلة والشيخ ناصر. هذه المناطق توجد بها عدد من الآليات الإسرائيلية التي يعني تتنقل وتأتي إلى هذه المنطقة ثم تعود ثم تأتي مرة أخرى وهكذا. لذلك الطريق من رفح عبر طريق صلاح الدين إلى خان يونس هي مقطوعة فقط حتى مستشفى غزة الأوروبي، ما دون ذلك لا توجد طرق على الإطلاق. الطريق الرئيسي وهي طريق الغربية ما بين رفح وخان يونس لا يستطيع أحد الوصول إليها لأن الدبابات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية تتمركز في مدينة خان يونس عند هذه الطريق، تحديدا في منطقة قزان النجار، قزان أبو رشوان، منطقة الشيخ ناصر، منطقة السكة، وهذه هي الطريق الواصلة ما بين رفح وخان يونس. لذلك يتعذر على أي مواطن أو أي مركبة السير بهذه المنطقة لأنه تعرض للاستهداف إما من الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع أو حتى من المدفعية الإسرائيلية.